هي استراحة استرقها لدقائق بانتظار أحد المارة الذي عجز عن حمل أغراضه الثقيلة لإيصالها إلى دكانه أو منزله. هنا في سوق الرمادي بمحافظة الأنبار أصبح أمراً مألوفاً انتشار هؤلاء الأطفال الذين يحاولون كسب قوت عائلاتهم في ظل أزمة اقتصادية أرخت بظلالها الصعبة على الطبقات الفقيرة أصلاً في العراق. وفي الحديث إلى هؤلاء الصبية يشير الكثير منهم إلى اضطرارهم إلى ترك مدارسهم لتأمين متطلبات عائلاتهم. عفنا المدرسة مالتنا وعفنا كل المدارس وجينا نشتغل بالسوق ودنعن شهنا ونجيب لهم مسواق ونجيب لهم طماطم ونجيب لهم خيار. أنا ويا توفى وتين. وتشير مصادر محلية إلى أن آلاف العائلات أصبحت بلا معيل في الأنبار في ظل عمليات الاختطاف والإخفاء القسري لسكان المدن، بينما لم تخصص الحكومة أي رواتب لهذه العائلات. لا رواتب، يعني لا شيء تقول لا واحد عنده راتب لا يقدر يسوي شيء. من العمالة قبل جيب من العمالة حطنا على عائلة، وائل الأمور وصلناها يعني كلش الأمور تعبانة. فئة تشتغل على باب الله على موت عين أهلها، فما لقوا أي اهتمام من دولة أو منظمة اجتماعية اللي تعينهم وتعين أهلهم. حمل ثقيل علق على كاهل هؤلاء الصبية، فليس تعب الأساد ما يهددهم فحسب، بل بيئة العراق الاجتماعية نفسها التي انتشرت فيها المخدرات والأسلحة. لو يتيم، لو أبويا مقتول، لو يعني تلاقيه هو صغير ينام بالفندق. يعني أنا التقيت يعني منهم يقول لي أنا ما شايفه إنه شهر، يعني ينام بالفندق، زين هذا ينام ما يشوف أهله شهر، هذا يعني شلون شنو مصيره؟ هذا يتجه يعني لربما يرتجي إلى طرق الكبسلة أو التدخين أو لربما يبتزوه جماعات تخريبية. ويبقى التعويل على انتشال هؤلاء الأطفال وغيرهم من واقعهم مسؤولية تتقاذفها المنظمات المجتمعية والحكومة فيما بينها دون أي مشاريع أو حلول، ليجد هؤلاء الأطفال أنفسهم رويدا رويدا وقد سرق مستقبلهم منهم.